لو قدر أن يوم عاشوراء جاء في يوم نهي كالجمعة، إفراد الجمعة منهي عنه، فلو قدر أن عاشوراء صادف يوم جمعة، فهل يجوز أن يصام يوم الجمعة وحده كونه يوم عاشوراء، أو لابد أن يصام يوم قبله أو يوم بعده؟ الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يصام لوحده، وإن صام يوما قبله قلنا هذا أفضل. وذلك لأنه لا يقصد الجمعة، النبي نهى عن قصد الجمعة بصيام أو ليلها بقيام، طالما فهذا لم يتقصد الجمعة وإنما تقصد عاشوراء. كذلك لو قدر أن عاشوراء يكون يوم السبت كما هو الحال في عامنا هذا، غدا تاسعاء بعد غد عاشوراء، فسيكون يوم عاشوراء يوم السبت، وقد جاء النهي عن إفراد يوم السبت أو عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض، ولكن ذكر أكثر أهل العلم أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النهي عن صوم يوم السبت، ومن قال إنه صح قال إذا قصد السبت، وبعضهم قال إذا أفرد السبت، وبعضهم قال إذا لم يكن له سبب، يعني كان يكون يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو غير ذلك، وهذا هو الصحيح، وبعضهم قال أنه منسوخ، لكن على كل حال يجوز على الصحيح صوم يوم السبت منفردا إذا كان يوم عاشوراء كما هو الحال في هذه السنة. والأفضل أن يصوم الناس الجمعة والسبت أو يصوموا السبت والأحد خروجا من الخلاف في هذه المسألة.